السلام عليكم أعزائي طلاب الصف الثاني الثانوي، كل عام وأنتم بخير بمناسبة العام الدراسي الجديد، وبنتمنى إن ربنا يجعله عام سعيد علينا يا رب العالمين وخالي من أي سوء، ويكون الجميع في أحسن صحة وحال. النهاردة إن شاء الله هنبدأ نعمل أولى مراجعاتنا وهي مراجعة في البلاغة. هنتناول مع بعض تدريبين للبلاغة ونبدأ نتذكر من خلالهم القواعد البلاغية المختلفة. احنا عارفين مبدئيا ان البلاغه او علم البلاغه بينقسم الى علم البيان وعلم المحس وعلم البديع وعلم المعاني. علم البيان اللي هو في التشبيه والاستعاره والكنايه والمجاز المرسل، ودول انتوا كنتوا درستوهم السنه اللي فاتت. السنه دي مفروض المنهج بتاعنا هيبقى المحسنات البديعيه والايجاز والاطناب، وبرده ده انت خدت عنه فكره السنه اللي فاتت لان ده عدى عليك في النصوص، فانت كان لازم ان انت تشوف الحاجات دي وتعرفها علشان تبدا تتعامل مع النصوص المتحرره اللي كانت بتجيلك من خلال مواطن الجمال دي. احنا هنعمل مراجعه عليهم بالاضافه للاساليب من خلال الاسئله اللي قدامنا، الاساليب الانشائيه والخبريه والمختلفه، وهنحاول نتذكر مع بعض. طيب خلينا نقرا الابيات في التدريب الاول مع بعض كده. نحن اليواقيت خاض النار جوهرنا، ولم يهن بيد التشتيت غالينا، ولم يهن بيد التشتيت غالينا، ولا يحول لنا صبغ ولا خلق، إذا تلونك الحرباء شنينا، لم تنزل الشمس ميدانا ولا صعدت، في ملكها الضخم عرشا مثل وادينا. الشاعر هنا بيفخر بالعرب، أمة العرب، وبيصورهم بالياقوت، وده من الأحجار الثمينة، أحجار النفيسة الكريمة، وبيقول إن مهما امتدت الأيادي، أيادي المستعمر، امتدت بالعبث داخلنا، إحنا عمرنا ما حد هيقدر يشتتنا ولا حد هيقدر يفرقنا أبدا، وعمرنا أو عمر أخلاقنا ولا أشكالنا ما بتتغير ولا بنتلون زي الحرباء. تعرفين إن الحرباء ده من الكائنات المتلونة، يعني بتاخد لون البيئة اللي هي موجودة فيها، مثلا تبقى خضراء أو صفراء، يعني بتتلون عشان تتخفى من عداها، لكن إحنا ثابتين على مبدأنا لا بنتغير في شكل ولا في لون. وعمر الشمس ما أشرقت على بلد أفضل من وطننا. طيب خلينا نقرا كده او نشوف الابيات ونشوف بتقول لنا ايه. نشوف الاسئله ونشوف بتعمل او بنتكلم فيها ازاي. نحن اليواقيت، نوع الصوره، تشبيه بليغ ولا تشبيه مجمل ولا تشبيه مفصل ولا استعاره مكنيه، دي صوره بيانيه. طيب انا عندي هنا نحن اللي هو مين؟ العرب، ده المشبه، واليواقيت المشبه به، يبقى ده تشبيه على طول. خد بالك طالما ذكرت الركنين المشبه والمشبه به يبقى ده لازم هيكون تشبيه، لازم هيكون تشبيه، لان التشبيه لازم اذكر فيه ركنين، المشبه والمشبه ايه به، وده هيكون تشبيه بليغ، ده هيكون تشبيه ايه بليغ. يبقى نحن اليواقيت تشبيه بليغ. تلونك الحرباء شانينا، نوع الصورة. شانينا هنا بمعنى ايه؟ الشاني هو الذي الحاقد الكاره لينا، فبيقول لك احنا الناس الكارهين لينا، الاعداء بتوعنا بيتلونوا، يتلونوا يعني بايه؟ بيغيروا مبادئهم. زي مين؟ زي الحرباء، ماشي. طب يبقى هنا ده تشبيه ايه؟ خد بالك انا عندي التشبيه في تشبيه مفصل اللي بذكر فيه كل الاركان، مشبه اداه تشبيه، مشبه به وجه الشبه. عندي تشبيه مجمل اللي بحذف منه اداه التشبيه او وجه الشبه، وان كان هنا في اختلاف في موضوع التشبيه المجمل ده، هو اللي بيقولوا عليه ان هو حذف منه فبلاغيا الصح بتاعه هو الذي يحذف منه وجه الشبه، انما لو حذف منه اداه التشبيه ده بيسمى تشبيه مؤكد في بعض كتب البلاغه. لكن مجازا هنقول ان التشبيه المجمل هو ما حذف منه اداه التشبيه ووجه الشبه. طيب في تشبيه بليغ وهو اللي فيه ركنين،
زي نحن اليواقيت، في مشبه ومشبه به، في تشبيه تمثيلي اللي بصور فيه حالة بحالة. يعني اما اقول مثلا قال تعالى مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله، بصور حالتهم، حالة الناس اللي بيصرفوا فلوسهم في سبيل الله بايه؟ كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. يبقى انا بصور حالة المنفقين بحالة الايه؟ الحبة اللي بتطلع سنابل. في تشبيه ضمني وهو بقدم صورة او بقدم حالة واجيب حالة تانية بتأكدها. وخد بالك التشبيه التمثيلي لازم بيكون في أداة تشبيه، لكن الضمني ما يجيش في أداة تشبيه، هو بيفهم من المعنى. يعني بجيب حاجة وبأكدها بحاجة تانية. زي ايه مثلا في التشبيه الضمني اللي بيلخبطنا كتير؟ لما الشاعر يقول لك اصبر على كيد الحسود فإنك صبرك قاتله، يعني اصبر على كيد الحسود. كيد الحسود الإنسان الحاقد ليك، اصبر عليه ليه؟ فإن صبرك قاتله، يعني الصبر بتاعك بيقتله. طيب دي حالة اهي. طب بيأكدها بإيه؟ في البيت التالي فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. النار بتفضل تأكل في بعض لو ما لقيتش حاجة إيه؟ تأكلها. فعلا لو أنت ولعت نار وما حطيتلهاش حطب تشعله هتفضل تعمل إيه؟ تأكل في نفسها لغاية ما تنطفئ. تمام؟ ده التشبيه الضمني. جميل. تلون كالحرباء شانينا، يعني تلون شانينا كالحرباء. يبقى شانينا هنا ده مشبه، والكاف أداة تشبيه، والحرباء مشبه ايه؟ مشبه به. يبقى ده تشبيه ثلاث أركان. يبقى ده تشبيه على طول ايه؟ تشبيه مجمل. تمام كويس. طيب تنزل الشمس، لم تنزل الشمس. نخش بقى على حاجة تانية. دي صورة، صورة نوعها ايه؟ مبدئيا هو ده تشبيه. نشوف الركنين، في مشبه وفي مشبه به. الشمس مشبه. طب في مشبه به؟ لا. طالما حذف او قال ركن واحد قال المشبه وحذف المشبه به، او العكس قال المشبه به وحذف المشبه، خلاص ما تبقاش تشبيه. لان احنا لسه قايلين من شوية ان شرط التشبيه ايه؟ ان هو يصرح بالمشبه، ان هو يصرح بالمشبه والمشبه به. طب طالما الركن من ركنين يقلب استعارة، يبقى معنى كده ان الاستعارة هي تشبيه بليغ حذف ركن من اركانه. تشبيه بليغ حذف ركن من ايه؟ من اركانه. طيب تنزل الشمس، هسأل نفسي، يبقى انا كده هستبعد تشبيه ضمني وتشبيه تمثيلي. اتبقى عندي استعارة تصريحية واستعارة مكنية. هي الشمس بتنزل يا شباب؟ لا طبعا الشمس ما بتنزلش. النزول ده صفة من صفات مين؟ الإنسان. يبقى الشمس هنا هو المشبه. يبقى ده على طول استعارة مكنية. استعارة مكنية صور الشمس بإنسان ينزل. طب حد يقول لي سر جمالها ايه؟ احنا عارفين ان سر جمال التشبيه والاستعارة زي بعض. والله صورت غير العاقل بالعاقل فهو تشخيص. زي ايه مثلا؟ الضمير قاضي. الضمير ده ايه؟ غير عاقل، والقاضي ده عاقل، يبقى ده تشخيص. تجسيم وهو بجعل المعنوي مادي. زي ما اقول مثلا الصحة تاج. الصحة هنا حاجة معنوية والتاج حاجة مادية. طب لو ركنين التشبيه او الاستعارة كانوا هما الاثنين معنوي او هما الاثنين مادي، يبقى ده توضيح. زي ايه؟ زي ما اقول السيارة صاروخ، بشبه السيارة بالصاروخ، يبقى هنا ده ايه؟ ده معنوي مادي ومادي. طب لو قلت الحب عذاب، الاثنين ايه؟ مادي ومعنوي ومعنوي، الحب والعذاب. طب لو صورت الانسان بحاجة تانية، بأي حاجة، بغير عقل او بعقل او يعني بمعنوي او بمادي اي حاجة، بس ايه؟ يعني المشبه هنا هو الانسان. احنا متفقين من شويه ايه؟ لو خليت غير العاقل خليته انسان يبقى تشخيص. طب لو العكس يبقى توضيح. لو صورت العاقل باي حاجه هتبقى توضيح. تمام؟ طيب تنزل الشمس هيبقى سر جمالها هنا ايه؟ سر جمالها التشخيص.
نكمل نكمل احنا فين تنزل الشمس هتبقى استعارة ايه؟ مكنية. نكمل وادينا. كلمة وادينا إضافة كلمة وادي إلى الضمير نا. لم تنزل الشمس ميدانا ولا صعدت ولا صعدت في ملكها الضخم عرشا مثل وادينا. إضافة كلمة وادي إلى الضمير نا يفيد إيه؟ إضافة كلمة وادي إلى الضمير نا ده هيفيد ال. طب أنا أفكر مع بعض. وادينا، وطننا، بلدنا، لما هتكلم على ضمير متكلم أو هضيف الكلمة أو هضيف الشيء إلى ضمير متكلم يبقى ده على طول يفيد الفخر. ده يفيد الإيه؟ الفخر. بفخر بالإيه؟ بفخر بالوادي. جميل، يبقى على طول ده يفيد الإيه؟ الفخر. طيب المحسن البديع يا شباب في البيت الثالث. المحسن البديعي في البيت الايه؟ في البيت التالت. انا عندي البيت التالت ولم تنزل الشمس ميدانا ولا صعدت. طب المحسنات البديعية اشهرهم ايه؟ اشهرهم الطباق اللي هو كلمة عكس كلمة، وده فيه منه نوعين، بيكون طباق بالايجاب وطباق بالسلب. طباق بالايجاب زي قوله تعالى هو الاول والاخر والظاهر والباطن، الاول والاخر عكس بعض والظاهر والباطن عكس بعض. والنوع الثاني في طباق بالسلب، يعني بيكون الكلمة عكس ايه؟ كلمة ولكن عن طريق أداة الايه؟ عن طريق أداة نفي، زي ايه؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يبقى عندك يعلمون ولا يعلمون، بينهم طباق بس بالسلب، لأن الكلمة هنا ايه؟ بينهم أو الكلمة فيه أداة نفي. طيب طبعا الطباق بالسلب ده ليه أشكال تانية، يعني ممكن انفي الكلمه في المعنى، يعني مش لازم الكلمتين يكونوا زي بعض. يعني ممكن اقول لك مثلا لم يحب ويعشق. لم يحب هنا ما حبش، يعني يحب هي يعشق بالظبط، الفعلين بنفس المعنى بس واحد منهم منفي، فمش لازم يكونوا الفعلين زي بعض. ممكن يكون كمان الطباق بالسلب عن طريق الامر والنهي، ماشي. ولا تخشوا الناس واخشون، ولا تخشوا ده نهي واخشون ده ايه؟ ده امر. يبقى المحسن البديعي في البيت الثالث، نبص مع بعض. ولم تنزل الشمس ميدانا ولا صعدت. تنزل وصعدت ده بينهم ايه؟ تنزل وصعدت على طول جناس. لا مفيش هنا جناس في البيت. في ملكها الضخم عرشا مثل وادينا، يبقى هنا ده مش جناس. وطبعا السجع، خد بالك من السجع. هو السجع ده يعني ايه؟ السجع يا شباب هو اتفاق اواخر الجمل، جملتين او اكثر، اتفاق جملتين او اكثر في الحرف الاخير. زي ايه؟ اللهم اعط منفقا خلفا، واعط مصرفا، اللهم اعط منفقا خلفا، واعط ممسكا تلفا. يبقى خلفا وتلفا الحرفين الاخيرين ايه؟ بينهم في سجع. الازدواج ده بقى طبعا السجع ده بيجي في النثر ما بيجيش في الشعر، يبقى ده هنستبعده. طب الازدواج، ازدواج هو جملتين قد بعض بس ما يكونش الحرفين او ما يكونش اخر حرف في الجمله دي زي اخر حرف. زي ايه مثلا؟ اصل كل داء ومصدر كل شر. بص هنا تحس ان هم قد بعض في الوزن، اصل كل داء مصدر كل شر، وبينهم الحرف الاخير في الجمله دي مش زي ده. يبقى انا هستبعد هنا سجع وجناس، لان دول بيجوا فين؟ بيجوا في النثر. والجناس مفيش هنا جناس، يبقى هنا في طباق بين ايه وايه؟ تنزل وصعدت. يبقى هنا في طباق بين تنزل وايه؟ وصعدت. اوكي تمام كويس. يعني انا عارف ان احنا ناسيين الكلام ده، بس احنا بنحاول نفتكره مع بعض، لان البلاغه هي الاساس، الاساس اللي هتخليك تحل الايه؟ النصوص المتحرره وتتعامل مع سؤال البلاغه وسؤال النصوص، فلازم يعني نفتكرها على قد ما نقدر. طيب نكمل. إذا تلون كالحرباء شانينا.
التشبيه ده تشبيه سر جماله. احنا قلنا التشبيه ده خلاص اتفقنا ان هو تشبيه ايه؟ مجمل. تشبيه ايه؟ مجمل. طيب خلينا نشوف اذا تلون كالحرباء شانينا، ده تشبيه سر جماله. انا هنا خليت او شبهت ايه بقى؟ شانينا، الشاني هو الكاره وده بيكون انسان، والحرباء ده يعني حيوان او حشره او ايا كان نوعها، نوع من انواع الحيوانات. يبقى انت صورت الانسان اهو بايه؟ بحرب، حرباء. يبقى ده انت ايه؟ المشبه هنا هو الانسان واللي هو الشاني، والمشبه به الحرباء. يبقى ده سر جماله التوضيح. سر جماله الايه؟ التوضيح. تمام. طيب العاطفة المسيطرة على الشعر في الأبيات. أولا يعني إيه العاطفة المسيطرة؟ يعني لما بتقرأ الأبيات كده، يا ترى مشاعر أو الأحاسيس أو العواطف أو المشاعر أو الوجدان بتاع الشاعر إيه؟ أنت حاسس إن الشاعر ده إيه؟ بيتكلم في إيه؟ نحن اليواقيت، إحنا المجوهرات، خاض النار جوهرنا، مهما عدى علينا صعوبات كتيرة، خاض النار جوهرنا هنا مقصود إن عدى عليهم مصاعب كتيرة ومشاكل كتيرة، ولم يهن بيد التشتيت غالينا، يعني بيد التشتيت غالينا يعني ما فيش حد قدر ان هو ايه يشتتنا ولا يفرقنا، ولا يحول لنا صبغ ولا ايه خلق، ولا بنتحول في الاخلاق ولا في الشكل حتى، ولا بنتلون ومبادئنا ثابتة. طيب واضح كده من يعني من الابيات العاطفة يعني مشاعره ايه؟ يا ترى هي الفخر ولا الحزن ولا التعجب ولا الحيرة؟ اعتقد ان التعجب بعيدة شوية والحيرة بعيدة. طب الحزن والفخر، طب هو حزين عشان حالة العرب كده؟ لا، لكن هو فخور، فخور بالعرب اللي هم ما بيتأثروش بحاجة، ومهما حاول الاعداء ان هم يأذوهم، ومهما ثابتين على مبادئهم وثابتين على اخلاقهم وافكارهم. تمام. طب العطف بين صبغ وخلق. صبغ وخلق، صبغ وخلق، ولا يحول لنا صبغ ولا خلق. صبغ يعني شكل، وخلق يعني اخلاق. يعني عاوز اقول لك ان احنا ما بيتغيرش اخلاقنا ولا صورنا، ثابتين في كل الاحوال، ثابتين على مبدانا، ثابتين على اصولنا، ثابتين على في كل شيء. طب ده كده يبقى ايه؟ يعني يفيد ايه؟ الكثرة ولا العموم ولا التهويل ولا التنوع؟ لا العموم، انا ثابت في كل حاجة، يبقى هنا يفيد الايه؟ العموم. العطف هنا يفيد العموم، الثبات على كل ايه؟ على المبدأ في كل شيء. تمام؟ كويس جدا. طيب الاسلوب الخبري في البيت يفيد ايه؟ او في الابيات عموما، لان طبعا الابيات هنا نوعها انها اسلوب خبري. اولا لازم نفتكر مع بعض الاسلوب الخبري والاسلوب الانشائي. الاسلوب الانشائي هو الاسلوب ينقسم الى نوعين، طلبي وغير طلبي. الطلبي هو الامر والنهي والاستفهام والتمني والنداء والرجاء، كل الحاجات دي اسلوب ايه؟ اسلوب انشائي. اما الغير طلبي هو القسم والمدح والذم، ده اللي الغير طلبي. طيب في بقى اسلوب خبري اللي هو ايه؟ اللي ما بيكونش انشائي خالص. الاسلوب الخبري اللي هو ما بيكونش اصلا اسلوب انشائي، يعني اي حاجه غير اللي انا قلتها دي، كلام العادي ماشي، لا هو امر ولا نهي ولا استفهام ولا تمني ولا كلام من ده، الخبري. طب هو في اسلوب ثالث؟ اسلوب خبري لفظا انشائي معنى. طب ده انا بعرفه ازاي؟ بعرفه من خلال الايه؟ الدعاء. اي حاجه فيها دعاء، سامحك الله، جزاك الله خيرا، بارك الله فيك، ده اسمه خبري لفظا انشائي. ايه؟ انشائي معنى. اوكي تمام. طيب هنا الابيات دي اللي هي فيها امر ولا نهي ولا استفهام ولا كلام من ده، يبقى ده خبري على طول. الخبري دايما يفيد ايه؟ الخبري بيفيد التقرير، التقرير يعني التأكيد، لا هو بيفيد إثارة الذهن
ولا التهويل ولا التخصيص والتوكيد، لا التقرير. دايما الاسلوب الخبري لما بتلاقيه بيقرر حقيقة واقعة لا تقبل جدال ولا مناقشة، لان ما فيهاش شك. احنا فعلا اليواقيت لان النار حولتنا ودايما ثابتين ومحدش بيقدر يتغلب علينا، يبقى ده على طول اسلوب خبري غرضه الايه؟ التقرير والوصف. تمام. احنا كنا اتكلمنا من شوية في السؤال رقم 10 بنقول بيقول لك تنزل الشمس، كنا اتكلمنا في السؤال رقم 3 على تنزل الشمس وقلنا نوع الصورة هو ايه؟ هو او هي ايه الصورة دي؟ استعارة مكنية، صور الشمس بإنسان ينزل. طب سر جمالها ايه؟ صور الشمس بإنسان. الشمس ده حاجة ايه؟ مادية غير عاقل، جعلها إنسان. يبقى ده سر جمالها. قال يا ترى هتبقى ايه؟ توكيد ولا تجسيم ولا تشخيص ولا تخصيص؟ الأول ها؟ توكيد ولا تجسيم ولا تخصيص ولا تشخيص؟ لا، هو جعل الشيء المادي اللي هو الشمس جعله شخص، يبقى ده سر جماله ايه؟ سر جماله التشخيص. سر جمالها الايه؟ التشخيص. جميل. عرشا، عرشا نكرة تفيد ايه؟ عرشا نكرة تفيد احنا لم تنزل الشمس ميدانا ولا صعدا في ملكها الضخم عرشا مثل وادينا. لم تنزل ولا صعدت في ملكها الضخم عرشا مثل وادينا. طيب عرش دي تفيد ايه؟ نكرة ليه؟ تفيد ايه؟ العموم والشمول ولا التهويل ولا تعظيم العرش ولا التكثير؟ لا، هو بيقول لك هنا في الشرح الابيات او شرح البيت بيقول لك ان الشمس عمرها ما اشرقت على مكان بعظمة وجمال هذا ليه؟ هذا الملك او في عظمة وجمال وادي الوادي العظيم سواء وادي النيل او الارض العربية عموما. يبقى هنا تفيد العموم وليه؟ تفيد العموم والشمول. تمام؟ طيب ان شاء الله اكون باذن الله قدرت افيدكم في التدريب ده واستفدتوا منه، وان شاء الله هنتقابل في تدريب بلاغه تاني. انا بس عشان الفيديو مدته ما تبقاش طويله لان احنا عدينا حوالي داخلين في 23 دقيقه اهو، فيا رب تكونوا افتكرتوا، وان شاء الله باذن الله هنلتقي في فيديو تاني برضو مراجعه بلاغه. سلام عليكم.